السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ بفضل الله يا جماعة، بعد التفاعل الكبير على فيديوهات طريقة تركيب اللون الفانيلا لاتيه واللون الكشمير واللون الجري، وبخصوص اسئلتكم واستفساراتكم عن النسب المحددة لتركيب الالوان دي، وطبعا احنا ما نقدرش نتأخر عنكم في اي اسئلة او استفسارات كما وعدناكم. احنا جبنا لكم الالوان بعد التشطيب والنسب المحددة المطلوبة لتركيب الالوان كاملة يا جماعة. ما تنسناش من دعواتكم، ولو اي حد جديد بيتفرج علينا ولسه ما اشتركش في القناة، شرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد في عالم الدهانات والديكورات الحديثة. ولو عايزين اي استفسارات او اي اسئلة عن اي ديكور او لون، او عايزين ديكور معين يتنفذ قدام حضراتكم عشان تعرفهم طريقة تنفيذه، اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم جميعا، وانتظروا كل ما هو جديد ان شاء الله. شكرا يا احلى جمهور، ويلا بينا نشوف الفيديو.